بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، من انطلاقه هذا الشوط ايضا في هذا اللحظات ينطلق شوطنا العاشر في مجموع اشواطي هذا الصباح الجميل مباشره مع المركز الاول سمهوي سعيد بن علي المالكي، ينطلق مع سمهوي مع المركز الاول. المركز الثاني براقه حمدان بن سالم الوهيبي مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم هملول سالم بن حارب الحميضي مع المركز الثالث. المركز الرابع التقدم في هذه اللحظات ايضا من العف القفاي سعيد بن علي المالكي، ينطلق مع القفاي على المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول والتقدم هاج سعيد بن علي الوهيبي. هذه النتيجة، هذه التحدي الجميل والعرض المميز للمراكزنا الخمسة الأولى المنطلقة. نعود والعود أحمد مع المركز الأول اللي انطلق ما زال في الصدارة. سمهوي ينطلق هناك منفرد نحو الصدارة هذا الشوط بقيادة سعيد بن علي بن سعود المالكي، ينطلق مع سمهوي نحو المركز الأول. المركز الثاني القادم والمنطلق براق حمدان بن سالم الوهيبي مع المركز الثاني. المركز الثالث القادم الباز خالد بن محمد المغيري، ينطلق مع الباز على المركز الثالث. يا سلام. المركز الرابع الوصول من الأسماء أملول سالم بن حارب الحميضي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. الباز ولا سمهوي؟ ما زال سمهوي في المقدمة في الصدارة هذا الأشواط، لكن يغير اللي انطلق نحو المركز الأول نحو صدارة هذا الشوط منطلقا الباز خالد بن محمد المغيري نحو المركز الأول، نحو التحدي المثير، نحو العرض الجميل، نحو الشكل المميز هنا مع صدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس لك أيضا المغيري على هذا الأداء الجميل، والشعار الأزرق دائما متواجد نحو التحدي والإثارة وكسب الناموس. الباز من يحقق الانتصار خالد بن محمد المغيري، تهانينا والناموس. المركز الثاني يضاع إبراهيم بن سعيد الوهيبي. المركز الثالث سمهوي سعيد بن علي المالكي، والتوقيت الزمني 2:08:68 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لهذا الشوط. تهانينا والناموس.